نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت تحذير من ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل. أكد خبير بشركة بطاريات أن ترك الهاتف المحمول على الشاحن طيلة الليل ليس فكرة جيدة على المدى الطويل، لأن الهاتف رغم أنه يوضع على الشاحن لفترة طويلة إلا أنه يحصل على كمية صغيرة من الشحن، كما أن هذه الممارسة تخفض قدرة بطارية الهاتف بدرجة كبيرة. إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت خبراء يحذرون من مخاطر تحديثات أبل. حذر تقرير صادر عن شركة دو سيكيورتي لأمن شبكات المعلومات من أن التحديث التلقائي لتطبيقات أجهزة كمبيوتر ماك التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل ليست كافية لتوفير الحماية لهذه الأجهزة من هجمات القراصنة. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت قريباً أجهزة لابتوب جوجل تستجيب للأوامر الصوتية. كشف تقرير جديد لموقع إن جادجت الأمريكي أن شركة جوجل تستعد لطرح مساعدها الشخصي جوجل أسيستنت بأجهزة اللابتوب التابعة لها كروم بوك، إذ تم رصد العديد من التلميحات والإشارات التي تعكس نية الشركة الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمرها الذي سينعقد يوم 4 أكتوبر في سان فرانسيسكو. وإلى صحيفة الوئام السعودية التي عنونت طائرة بدون طيار يمكنها السير على الأرض وتحديد مواقع المناجم تحت الأرض. ابتكر فريق من الباحثين في السويد طائرة بدون طيار يمكنها الانتقال ما بين الطيران والسير على الأرض، ومن الممكن استخدامها في التنقيب عن المناجم تحت سطح الأرض بدون الحاجة إلى معاونة من البشر. وتستطيع الطائرات التي تعمل بدون طيار أن تحلق في الجو بشكل آلي اعتماداً على أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية GPS. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.